شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم له مزية، ولو كان له مزية لفتحوا الباب وأتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر رحمه الله في الفتاوى أحاديث يتعلق بها أهل القبور وحكم عليها بالوضع، كقول أحدهم وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. ومنها حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال رحمه الله: وهذا حديث باطل،